لك نجدة شو عم تعمل؟ معلم ما عم بحسن اسبع اكل، شو بعمل؟ اه مو مشكلة، بنطلب لك اكل. تطلب لي اكل؟ هاتك صحيت يا نجدة، نص رغيف خبز وجواته كباب بكفيك؟ ما بكفي ابدا، ما بسبع، بدي رغيفين خبز فيهم كباب. عم يعملوا معي مثل ما عملوا مع اذاوي بايام زمان، رح يقتلوني من ذوعي. ليش شو صار لاجاوي؟ ليش ما بتعرف؟ إلا سوي كانوا قتلوا لأذاويد المسكين، لو ما لحقته الخالة رهسان كان مات. وانت في عندك خالك زوزة؟ ليش خالي عم بيجي لعندي؟ ليش بيترك خالي زوهر وبيجي لهون؟ قلت بما اني جيت بزور جوهر بطريقي، بس ما هو موجود. بأي مستشفى هو؟ ما لقيته هون؟ معناها خالي كان عم بيكذب علي. خالك قال لك انه هون؟ قال لي انه هون.